هذه الأمة أمة مرحومة، فتح الله لها السبل إلى الجنة، فينبغي على المؤمنين أن يحمدوا الله على هذا الفضل، وأن يغتنموا الأوقات الفاضلة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طرق الجنة، الطرق الموصلة إلى الجنة، وسعها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم نصف أهل الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى.